كيفاه بكري عديتوا الأهلية ذاك الوقت؟ وش نحن كنا على بك نقرأوا في الدروس هذيك العادية، وش هو كاين الدروس الدينية كما عندنا التوحيد كما الميراث كما الفقه كما الوكال، هذو الحوايج كما السيرة كانوا هذو زيادة عليهم، زيادة المواد العلمية كما الرياضيات كما اللغة العربية. في العام اللي رحنا فيه كان في سن بسكر الله أعلم، هو كان هو اللي كان المدير ومثل راح الدورة، درناها الدورة في جوان في 1979. علي صوتك شوي من فضلك. تسجل واحد. ايه روح درتها في 70. ايه في 70. أول دورة ولا؟ أول دورة، كان شوف كانت الدورة الأولى وكانت الدورة الثانية. اللي نجح في الدورة الأولى خلاص، واللي ما نجحش يعاود الدورة الثانية. عطولو فرصة أخرى. عطولو فرصة أخرى. ايه في 70. واش داروكم فيها؟ وقداها استمرت اليوم؟ وين هما الامتحانات اللي درتوهم؟ شوف. شوف زائد المواد اللي احنا على بالك في المعهد الاسلامي كنا نقراو مواد الشرعيه، المواد الشرعيه على بالك هذاك. ها من هاك شوف، من هاك الفيزياء والكيمياء، وينما يعني حاجه مبسطه مش مثلا حاجه يعني. ايه قد سنكم. ايه يعني مش هذا، وكانوا عندنا حوايج بزاف، عندنا مواد بزاف دينيه عديناهم شفوي، عدينا الكتاب في الوقت وعدينا شفوي. نقول لك واحد الايام ولا اربع ايام والله ما شفوي ذكاء ولا حفظ؟ اوه ذكاء ذكاء اوه ذكاء اوه 70 مادة ما تقدرش تحفظهم. الجزائريين اللي كانوا يديروا فيهم ولا اجانب تاعنا؟ ايه وشي امتحان ولا؟ ايه شفاهي اجانب ولا جزائري؟ لا هو مخلطين مخلطين مخلطين. احنا كانوا شوف كانوا يقروا فينا فلسطينيين في هذا في المعهد الاسلامي، كانوا مساروا وكانوا حتى اردنيين، كان واحد زوج لاخر. ها؟ المهم انا نجحت في ذاك الوقت. وانا قاس معنا اللي كان من الزملاء تاعك ذاك الوقت اللي عدى معاك. انا دوك اللي نشفع عليهم نسمى من تارمو، عندنا لا فامي عدى، كاين لا فامي جعيجة، كاين لا فامي برزق، هذو من تارمو اللي نشفع عليهم. الى ثم على بالك انا كنت صغير بزاف، ما كنتش يعني مركز بزاف. ولي نجحوا وين انتقلوا وين راحوا؟ كي نجحتوا واش؟ نجحنا مباشره رحنا للتعليم. احنا نجحنا وهذا كان رحتوا تقروا يعني؟ رحنا نقروا مباشرة طبيعي. وش من عام بديت؟ انا بديت في 19 اكتوبر 1970 قريب. اول تعيين في ولاد قسمية، بلدية ولاد القبالة. من ولاد القبالة نمشي واحد 18 20 كيلومتر. المدرسة احنا اللي فتحناها انا واحد سموه برزق. برزق محمد. كنا في زوج. اي كنا الفقرة، انا رحت للشيخ قلت له كذا يبغى نكمل هذاك، قال لي شوف صح كان مريض، قال لي ابني خلاص انا يا عندك خالتك وخواتك في براسك، انا لحقتك هذه تحت الكفاله نتاعك تحت وصح قال لي ولا غادير لهم كفاله، ودرت الكفاله رغم انفي درت اداريه. ايه جبت كفاله اداريه. قال لي دير الكفاله من هاو. كان عندي خويا هذا كان يقرا عندي في السنه الخامسه والسادسه ابتدائي، كان استاذ هنايا في الاكسبير سموه الصحراوي يعني الفيزياء، وكمل هنا في الجامعه بقى هنا وخرج طريدان، كان يقرا عندي في السنه الثالثه والرابعه ابتدائي، كنت نروح ندي ندي هذاك ومن الاخر راح لهذاك وكل شيء ونجح والحمد لله. وشنو هما الوالد ربي يرحمهم؟ نعم. بعد المدرسه هذيك وين رحت؟ بعد المدرسه هذه اللي بديت فيها؟ ولاد قسمية. ها في ذاك الوقت عينوني هذا كما كان هذاك الكاتب هنا تاع الفكشية، كما كانت هذيك المدرسة اللي هم ريبوها مسميها قالوري، هاي كانت ثم توقف ما نحكش بها. ريكول دي كارسون، مدرسة الذكور الشرقية. وسموا هذاك ودي هو عروض طويلة بقيك هذاك سيتو جدي. ها؟ جدي زقود. لكن هو في الإدارة برك هم فرنص. هي الدار تاعهم قيمنا برك. فينا فرحامينا، فينا فرحامينا، هو اللي كان في الإدارة تاع فرحامينا. عمار بوضياف. عمار بوضياف حميده مي الاخوة حمينه حميده المهم يسموه حميده واحد واش صح واش قصتك واش قصته هذا واش قصته هذا ايوا كان هو اللي عين هو اللي كان في كان يخدم الكاتب نتاع المفتش الكاتب نتاع المفتش ايه هو الكاتب هذا واش من عام اسمح لي بن بلال تعيننا في هذا في 70 71 الدراسه الاول بن بلال يسمى بعد المرحله هذه ما كانش احنا حنا ما حنا بلال تسبيح بن بلال ما لحقك به شوف كي حتى انا بنفتش واحد يسموه بن سالم ابو سطيف بن سالم
السالم، وكاين واحد قدامه 15 الله اعلم فرس، وثاني منضبط هذاك هو اللي رسلني في 1900 في مارس 73 من العام الاول في 1970 71، العام الثاني عيوني في حمام ضلعه 72 73، العام الثالث دوني بشاره 72 73. وكيف كنت تدير ترانسبور هذه الاماكن؟ ها اللي تروح فيه يهزم هذاك، احنا في احنا شوف نباتوا، كنا نباتوا ها ما تروحوش، كنا نباتوا، وعينما يعني شوف نقول لك الدوار تاع 1900 يعني ربي يعطيهم ويمنيهم. اي يعطيهم. شوف ما مش شوف ما مش خلينا خلاص. والله اول مدرسه اي مومه اي عرس اي خطبه اي هذاك يعيطونا، والله غير الماكله. شوف الماكله طيب اخوات جينا ثم من التلاميذ اللي قريتهم ثم شكون مازلت محتفظ بالاسماء نتاعهم التلاميذ تاعهم. يا ودي راه عملتهم يا ودي نسيت شفا عليهم. شوف يا ودي كان هذيك المره واحد قلت لهم في الشيوخ خلاص والله ما شفتش على الاسماء نتاعهم. ايه كاينه مقبوره، كاين نقمه نتاع مقبوره، كاينه قسميه، كاين. وانا كنت في العام هذاك تاع القسميه كانوا ولاد القسميه كانشين هما مشرفه. كان صايب بينهم التخيس يمشوا غير بالسلاح، ما على بالك هذوك ما يعقبوا الرسم هذاك وهذوك ما يعقبوا. هذا في 70 في 70 بالضبط في 70 هو المهم في 71 جاهم مقرا حتى الله اعلم جاتهم حتى لجنه من الجزائر هي راسها محضر السايح. ايه ايه كان نعم ايه قضيه تاع الصلح تاع الصلح وحتمين لكم في علبك سنوات هما يتواسوا قداش الموسى قداش مرسى الموت. وهذوك الشوفة هذيك كما كنشوف عند الواد تاع ما جاي من الجبل نحاول نعمل هذوك الشوفة. وشوف يعني رب العالمين احنا كيف مرة تلاقيت مع واحد انا وياه كان هو وزنه 100 سنة قلت له شو قال لي والله غنشوف واد نشوف عليهم في زوج والله غنشوف عليهم في زوج. هرجع بينا يا استاذ للمرحلة اللي حبسنا فيها. ديت المسيلة ولا كيفها بعد ما من المؤسسة هذه؟ من بشارة من حمام الضلعة. لا شوف من حمام الضلعة البشارة. البشارة يعني المعضيد يعني. هي المعضيد. ها؟ تسمى بشارة من البشارة هذيك 73 74 علمني فني في ولاد الحاس مدرسة جديدة. قعدت انا من مطار مونتول هذاك علمني في ولاد الحاس. ثاني كنت انا اشوف رايح حتى الوحدة ونص الزوج كنت وحدي سما هذيك مدرسة جديدة أول مرة هذاك كانوا الدراري الكبار داير سنة أولى وثانية نقريو مع منو ونقريو منو. شكون السنة دخلت المسيلة؟ المسيلة دوك نجيك أنا وين دخلت؟ شوف المسيلة من 74 قول لي تعينت أنا من 74 75 عام الدراسة رحت من ثم حتى العام 87 87 ولا 88 الله اعلم 88 جاتني الفكره يسمى مجلسي كنت في المدرسه في تارمونت كانت هذه الدار تاعي هنايا والطريق والمدرسه اون باس كان سامي الحملاوي الله يرحمه هو ظروف الحياه انسان يعني قمه في الاخلاق في هذاك هذاك قلت له كنت الحملاوي متوسط في المسيره قالت لي كيفاش متوسط في المسيره عندي وليدات يقرا وعندي بنيات سورتو في البنات انا كنت نشتي هذاك المكان كنت كنت طلب 7 ايام عينوني في حي الزهر محمد السعيد محمد السعيد محمد السعيد كان المدير وينه؟ الشهيد محمد السعيد المدير شكون؟ المدير في ذاك الوقت لقينا ثامر الاصفر ثامر الاصفر ثامر هو المدير ومنخر جاب نشوفه محمود كان من الاكاديمي ومنخر عينوه في عينوه مثلا ومنخر وقت واحد القصه ما نقولوهاش عندنا واحد القصه هذيك ومنخر القصه هذيك كفرمونا انا في ذاك الوقت الرجاء هذه في 88 شفا هذه وقعت الحادثه هذه ايه وقعت الحادثه وعلى بالك كانت في الوقت هذاك تاع جمعيه المعلم كانت جمعيه المعلم لا مو منخر هذاك يعني سنوات المهم الرجاء ومنا في طولت انا في حيصة طولت فيها سكنت بي سكنت سما سما كنت بجوار من 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 المعلمين كان ميفو بيلعب كان ابن عيسى نور كاين وسموها لا لا اللي كان اللي قدامكم بالدار ها الدار تاعو قدام المدرسه قد قد
عند الباب. عند الباب باب السمو كان هذاك. صحيح احمد الاخضر. انا مش هو احمد الاخضر فريجه. فريجه هي الدار تاعو في المنع ما عنده. عند الباب هي كانت في الحقيقه ادارات هذوك. بعد 88 كي خرجت الادارات سكنوا فيه معلمين. سكن زرواق. زرواق في الخميس. زرواق وسكنوا بعد 88 بعد ما فرغوهم من الاداره. اسمعوا ومنخر هنا من ثم الرجاء ثاني في ألف مسكن عندك هنا وش اللي هو. انا كنت هنا في حي زهر انا في لاكوت حتى في لاكونسيو شو بزاف خلاص على بالك اللي يتمنى واحد عامين ولا ثلاثه وانا في تعالي باش نخدم لا يسمى نايب مدير مع هذاك وقت هذاك نعاني يعني انا وانا السبب اللي خرجتني انا من التعليم انا في لاكونسيو. لاكونسيو على بالك بالضبط في العين دخلت عليها في عمليه بالليزر والله ربعه في الجزائر العاصمة وقال لي قبل قال لك مليح قال لك انت تبقى تبدا تاع العين هذيك المهم كنت في قلبها نفس الشكل قال لك والحمد لله دوك اللي بحال كان كيخلص التعليم راح في لاباس. بدا عندك ملي خرجت؟ خرجت في 31 ديسمبر 31 ديسمبر 2002 17 سنة 2002 شوف انا والو قلت لهم انايا 32 سنه ما نزيد خدمه ما نزيدش هذاك. قال لك ارتحت كي خرجت كي خرجت من التعليم ارتحت يعني التعب نتاع اللي كان يعانيه المعلمين في التعليم كان وين هم الزملاء اللي يعني اعتز بذكرهم في المرحله هذيك تاع التعليم ساعدوا في التكوين حوايج كيما هكا خلاو اثر وشاف فيهم وين هم يقول لك كاينين بزاف يعني اسمع احنا ذكرنا الاولين برك احنا نحبوا الاسماء تاع الاولين. اسمع احنا شوف في جهه تاع طارمونت هذه من 74 حتى تقريبا 27 تقريبا 14 سنه كانوا رجال كان بالسعد بالخير هذا كان على المدير هذا مات ربي يرحمه في 95 يعني كان بوزب محمد جعيجة على الاخضر كاين جعيجة على ابنه كاين جعيجة على البشير هو كان مدير بالصح قمه في يعني في هذاك في العمل وفي الاخضر جعيجة عمر زملاء بزاف ونتاع المسينا نتاع الحي الزاهر الحي الزاهر كان معنا هذا كان يهودي كان انسان ودين سعيد كيف نتاع المعلم سعيد سعيد قادري سعيد قادري والمفتشين بن عيسى شوف المفتشين كان زرواق مش زرواق كان هذاك يسموه يعملوا المثمره نتاعو في يسموه يعقوبي يعقوب دحدوح يعقوب دحدوح دحدوح يعقوب ومن اخر ليه المفتش هذاك هو اللي ومن اخر جاء الحملاوي وسعد الحملاوي يمسك الولي وبعد سلمي الحملاوي يعني حتى وبعد حتى هو خرج بعد الحي الزائر رحت للمين الألف مسكن حي النصر هو رحت للرجاء ومن اخر ألف مسكن الرجاء شكون كان مدير كانوا يسموه هذاك الابيض هو او يسكن في حي الشيخ معروف بسرعة كبيرة هذاك أو الدار تاعو فصل سيدي بن عزي لو الدار معروف راه إنسان معلم في مدير مدرسة هو مسمعين ماهوش ثمن ولا ثمن أهلا صفر ثمن هنا لا صفر ثمن في في الحيز هو مدير معروف راه معروف انسان وهو ما يغرب يرحم هو عنده طفل واحد هو عنده طفل واحد راه عمرون 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 كيفاش عمرون عمرون كلمة أخيرة واش ممكن تقول للأجيال يعني؟ واش الأخيرة هذا كان؟ يقول لك التعليم الحمد لله الواحد في صحته. هذا هو. خاطرش الواحد شوف الحمد لله كي في صحته. الشيء اللي خدمناه في التعليم صار نقدر عند رب العالمين. لان نقول لك انا كي خرجت من التعليم دري داروا ريجيست هذه المقاوله داروا احنا مشروع تحكم الاداره. بديت انا مثلا عند الاخوان انا خرجت دخلت انا في كي خرجت انا في 2002 خرجت عطوا لي 14 اسابيع غير 20000 شهريا.
هاي المهم قلت المهم هذا مليون و400 مليون و400 غير 20 ماركي ال 20 هذيك في الاداره عندنا مدير التحضير مدير التوعيه قبل كي دخلت انا كنت في التعليم وبديت حتى نشوف هذا كان قلت انا كنت عايش صدقني هذه الكلمة اللي كنا نحوز عليها احنا كنا عايشين ايه احنا كنا عايشين علم واحد اخر شوف احنا كنا في كيروار نشوف فيها الناس هذاك صحيح من هذاك كي العود اللي دايرين له منا ومنا انا ايه دي حتك بالجماعة هذاك على بالك لما كان مدير كاين نتاع هذاك على بالك تاع سرقات تاع هذاك ساعة مسكسين انت وش هذاك المهم انا ما كنتش انا هذاك بس مرة واحد رئيس مصلحة قال لي يرحم والدك ترى ما شفتكش فايت انا او انت شكون تخلص هي على بالك لا كي يرحم العياد يبداو يحكوا في روسهم يا ودي والله قال لك انا كيفاش نديرون حبنا كيفاه كي يدخل المهم البنك هذاك المهم ما سمعت اي واحد هذاك وانا تبدو هذا وانا ندير روحي حبط من الجبل اي والله ما شكون العياد والله ما شكون والله ما شكون مرة واحد السيد انا خلاص هذا كنت ما هذا كان قلت له حمد ديك انت ياك ودي قلت له انا كنت انا خاطر المقاوله راني في الفريسه انا في التعليم انا كنت في التعليم ما نهضرش معاك راحت المعاني هذه خلاص ولدي وليت معلم خلاص انا كنت نهضر معاك 30 سنه وانت داويته برا والحمد لله شوف الشيء اللي خدمناه في التعليم وحنا نقول لك تعبنا في الاولين خلاص كنا نمشوا على كرعينا وكنا ساعات وين ساعات ما نتعشاو ساعات ما نتعشاو بالقاط ساعات لا ان شاء الله الشيء هذاك نلقاو عند رب العالمين امين والحمد لله يا رب وفقنا للتعليم لان لو كنا دخلنا الاداره ربما لاخرنا نخدموا اكثر ما خدموا لان شوف لو كان نشوف واحد ما يبانش هذاك الواحد الشيء اللي خدمناه يكون في الاداره كما يقول مولا حبني ربي حبني ربي شوف حبنا رب العالمين بعثنا في التعليم والو صرت معذرا ما عندنا لا رشوة ما عندنا بروجين نحو من هذا نعطيه لهذا ما عندنا وش هذا اللهم لك الحمد يا رب العالمين